السلام عليكم أعزائي الطلبة. محاضرتنا اليوم تكون بعنوان General Site Construction. نعرف أهم الأمور اللي مطلوبة تحديدها قبل تحديد موقع المشروع وكيفية إعداد Layout الخاص بالمشروع نفسه. أتمنى تكون مفيدة لكم. General Site Construction تألف من ثلاث فقرات رئيسية. الفقرة الأولى هو اختيار الموقع للمشروع نفسه، وهنا أنا عدة نقاط حنمر عليها وإن شاء الله نتناقش بها. الفقرة الثانية هي Site Layout. Site Layout هنا يضمن المشروع، بمرفقات وملحقات، بخدمات الشوارع، التحميل والتفريغ، وأيضا Plant Layout. Plant Layout نقصد به البروسس نفسها مالتنا، كيف حيكون توزيع البروسس مالتنا حتى تكون أقل كلفة وأفضل إنتاجية. لغرض اختيار موقع المشروع حتى يبدي إنشاءه في مكان ما، هناك حوالي 10 نقاط مؤثرة ومهمة. تختلف قوة هاي النقاط بعوامل مختلفة حسب الموقع وحسب البلد أو المكان اللي ينشئ به. فمثلاً على منطقة البيع والتسويق أو معادلة أولية أو وجود خدمات نقل، هذه كلها عوامل مؤثرة في اختيارنا. لكن تبقى هناك تعتمد على المكان الموجود، قسم منها تكون ذات قوة أكبر، مثلاً Environmental Impact and Effluent Disposal. هاي النقطة في دول هواية متشددة بهالمجال، فيجب أن تكون أكثر تأثير من الباقي النقاط الأخرى. من النقاط المهمة اللي يتأخذ نظر اعتبار عند اختيار موقع المشروع هو الماركتينج أريا، الرو ماتيريال، زي ترانسبورت. الماركتينج أريا هي منطقة التسويق. لما تنشئ مشروع وخاصة كان بطاقة إنتاجية عالية، يفضل أن يكون قريب من منطقة التوزيع أو الاستهلاك. مثلا معامل السمنت تكون قريبة من المناطق اللي تحتاج إلى الإعمار والبناء، لأنه كلفته قليلة وتحتاج أن تكون نقل أيضا. فهنا تأخذ نظر الاعتبار للترانسبورت حتى يكون الكلف لا تصعد، تكون عالية وتأثر على إمكانية طرح المنتج في الأسواق. طبعا كل ما تكون المواد الخام قريبة من مكان اللي تنشي المشروع هو أفضل، حتى ما نخسر كلف في نقل المواد الأولية من مكان تواجدها إلى موقع المشروع. أيضا وجود الأيدي العاملة هذا أيضا يلعب دور مهم، لأنه عادة إذا ما كانت أيدي عاملة موجودة في ذاك المكان، يجب أن ينشأ مجمعات سكنية، مجمعات تأخذ نظر اعتبار حتى يقلل المصاريف في تنقل عمال من وإلى خارج المصنع. اليوتيليتيز الخدمات واحدة من الأمور جدا مهمة، لأنه عند إنشاء معمل أو مصنع هناك حاجة أكيدة إلى وجود مياه، طاقة كهربائية زود المشروع، إلى مساحات أخرى تحتاج إلى معالجة المياه فيها. إذا هذا كله يجب أول شيء يعني نفكر به، بعدين هل كلفة كم كلفة الإنتاج الكهرباء حتى وصلنا من الدولة أو شيء آخر، لأن هاي تدخل ضمن حسابات الكلف للمنتج اللي نبغي أن نطرحه للسوق. من العوامل المهمة اللي تأثر على اختيار موقع هو Environmental Impact and Effluent Disposal and Local Community Concentration. Environmental Impact هذا أصبح من الشروط الرئيسية المهمة اللي يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار، وما هو منتج ما يسمى بالتأثير الأثر البيئي على منطقة أيضا يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار، لأن هذا إذا كان في منطقة قريب مناطق سكنية، قريب مناطق حساسة، مناطق أثرية، قد بالأساس ما ممكن أن يقيمون هكذا منشأ. إذن Environmental Impact وتأثير على المحيط مهم جدا، وأيضا على Local Community، على الناس المحيطين اللي عايشين وساكنين في ذاك المنطقة. الأرض وكلفتها وإمكانية أن تكون مساحة مفتوحة حتى ممكن تنشئ مشروع، يعني المشاريع توسعة المشروع الحالي أو تكون منبسطة وليس أرض مثلا جبلية، لأنه هنا عندنا مشكلة بالإليفيشن، تكون
أيضا مهم، عامل مهم، فتأخذ بنظر الاعتبار كل ما تكون أرض منبسطة مفتوحة وبها مكان للتوسع تكون أفضل. تأثير الطقس على نوع المنتج مالتنا أو على نوع التأثير على البروسس أيضا، هل الحرارة شديدة تحتاج إلى تبريد وتشلر، إذا عندي عوازل أثبت أمور العازل بها، وما يسمى بالبوليتيكال استراتيجيكال كونسيدريشن في ذاك المكان، ما هي القوانين السياسية اللي تحكم الاستثمار. مثل العراق مثلا موجود هيئة الاستثمار وأكو تعليمات تخص الاستثمار، فأي مستثمر يأتي العراق يطلع بالبداية على الاستثقال الاستثمار العراقي و مدى ملائمته مع تطلعاته ورغبته في المجال. بعد أن تم اختيار موقع المشروع نجي إلى ما يسمى بالسايت لاي اوت. هو مشروع من إيش؟ من ماذا يتألف؟ من ماذا يتألف؟ يتألف من عدة فقرات، ليس فقط البروسيس اللي سوينا لها أو عملنا لها بي دي اف، لا، أو بي اند اي دي. هنا يكون هناك مساحة للمواد الأولية، مساحة للمنتج، مخازن، سيطرة، استعلامات، محطة معالجة حريق، وحدة الخدمات، إنتاج البخار، مع التبريد. أيضا عندنا ما يسمى مساحة مخصص لمعالجة النفايات والتلوث المياه الناتجة من المشروع، مكاتب إدارية. أيضا هناك ما يسمى بمكان للعمال للتواجد الموظفين فيها، باركات للسيارات، هاي كلها تكون موجودة ضمن السايت لاي اوت، ويجب أن تأخذ بنظر الاعتبار عند توزيعها على المساحة اللي عندنا لإنشاء المشروع. هناك عدة نقاط يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار عند توزيع الأبنية في داخل السايت الموقع، من ضمنها انه المعدات او البروسيس يونت تكون متباعدة ما بيناتهم 30 متر او اكثر، لان هاي تعتبر مسافة للسيفتي، واذا كانت البروسيس ما تنبيها مخاطر او تشكل خطورة ممكن انه المسافة 30 تزيد حتى المسافة او مساحة السيفتي تزداد. عادة الابنية توزع بحيث تكون الحركة قصيرة ما بيناتهم حتى نستغل الوقت أفضل أفضل إمكانية. أبنية الإدارة والمختبرات عادة توضع بعيدا عن البروسيس لحماية الموظفين العاملين، لأنه يكون دائما هناك مشاكل، احتمال حدوث حرائق لا سمح الله أو شيء، فبهالحالة يجب أن يكون بناية الإدارة بعيدة عن موقع البروسيس. غرف السيطرة لا بالعكس تكون قريبة إلى البروسيس حتى المسيطر أو الشخص اللي موجود في غرفة السيطرة إلى إمكانية التحرك السريع والوصول إلى البروسيس في حالة أي عطل من السيطرة اللي موجودة في داخل البروسيس. من النقاط المهمة اللي تأخذ بنظر الاعتبار في إعداد السايت لاي اوت هو الشوارع مثلا، فيجب أن تكون الشوارع واسعة وكبيرة وتتحمل ما متطلبات دخول السيارات أو العجلات في أثناء تنفيذ المشروع وأثناء الصيانة وأيضا أثناء التشغيل، فيأخذ من هذا الاعتبار حجم المعدات الموجودة وكيفية دخولها إلى المشروع وكيفية إجراء الصيانة عليها. هاي جدا مهمة أن يكون موزعة بطريقة صحيحة و بطريقة تسهل أمور أعمال التنفيذ. بنايات الخدمات ما تكون بعيدة جدا عن البروسيس حتى نحصل على أقل قدر ممكن من الكلفة الاقتصادية في إمدادها بالطاقة أو في إمداد الأنابيب ما بين المعدات واليونت أو ما يسمى باليوتيلتيز. أيضا كولينكتور هناك ما يسمى بالبريفلينج ويند. بريفلينج ويند هي رياح السائدة في المكان. لما احنا ننشئ مشروعنا في مكان معين نسأل على اتجاه الرياح السائدة طول السنة. لماذا؟ لانه الكونكتور يبعث هواء مشبع برطوبة، فدائما نأخذ بالاعتبار انه اتجاه الهواء حيكون باتجاه بعيد عن البروسيس مالتي حتى لا يسبب لي مشاكل ويخرب المعدات باستمرار وجود هواء رطب على المعدات يسبب لنا مشاكل ويقلل من عمرها التشغيلي. ايضا لازم ناخذ نظر اعتبار المين ستورج تكون قريبه حتى يكون المين ستورج الخزانات الرئيسيه اللي حتى في عمليه التفريغ والتحميل باتجاه المواد الاوليه او الناتج تكون
تؤخذ من الاعتبار، واما اذا كانت مضادات خطوره او بها هازارد تؤخذ ايضا تكون بمسافه بعيده حتى لا سبب لنا مشاكل اثناء التحميل او التفريغ. هنا يكون اكو خلط ما بين البلانت لاي اوت والسايت لاي اوت. مثل ما قلنا سايت لاي اوت يتضمن كل السايت، يتضمن الاداره، الاستعلامات، المختبرات، يتضمن ابنيه مختلفه. البلانت لاي اوت او ما يسمى البروسس لاي اوت لا، فقط احنا نتكلم هنا عن البروسس مال اللي موجوده اللي تم اعدادها بضمن البي اف دي والبي اند اي دي، وما هي الاعتبارات تؤخذ عند التصميم او عند توزيعنا المعدات في الموقع البروسس. طبعا اهم شيء هو اكيد هو اللي يكون الايكونوميك كونسيدريشن يعني الاقتصاديه، ومدى سهولة وتسلسل الخطوات في المشروع مالتنا، وأيضا سهولة الصيانة. مو فقط في بالنا أنه حيكون هناك صيانة المعدات المبادل أو غيره، ممكن نكون مساحة لحركة وممكن إخراجها وإدخالها من جديد في حالة اضطرينا نودي إلى في مكانات آخر بالصيانة. الأمن والأمان أيضا السيفتي، وما يسمى بفيوتشر اكسبنشن في حالة إذا أردنا نضيف بعد وحدات أخرى. فهي كلها العوامل مهمة في حساب وتؤخذ في نظر اعتبار عندما نعمل البلانت لاي اوت. ورجاء نفرق ما بين البلانت لاي اوت والسايت لاي اوت، لأن دائما يكون اللبس واختلاط بيناتهم ما يكون واضحة بالعد الطلاب. الموديلات المتبعة في توزيع المعدات داخل المشروع اليونت عادة يكون واحد منهم هو ما يسمى بالسيريز لاي اوت، بمعنى متتالية، يعني كل بروسس او كل يونت يخرج من عندها الى اليونت متسلسل A ومن ثم B و C بالتوالي. وهذا تسلسل او طريقة لاي اوت بسيطة جدا ممكن نستخدمها و نقوم بها في توزيع معداتنا داخل المشروع. النوع الآخر هو ما يسمى بالparallel layout، أي بمعنى الطريقة المتوازية. هنا بهاي الحالة حيكون الفيديو يتوزع إلى عدة ستريمات صغيرة، ومن ثم يدخل إلى process ويجمع لاحقا ويخرج باتجاه واحد. هذا أيضا إلى استخدام، ولاحظ السلايد اللي بعده حيكون الشكل مع التوزيع اللاي اوت. هذا الشكل يمثل لنا البارال لاي اوت. الفيديو يتم توزيعه الى سمول ستريمز، ويدخل كل واحد الى بروسس ويخرج بالاخير. هذا يفيد لما عندي الفيدباك از يوست اوبتيند تو او مور انترميديت، لما عندنا ممكن ينتج انترميديت منتجات انترميديت ومن ثم تجمع لتكوين منتج واحد. ممكن يكون في تجمع الاوتبوت هنا يونت تجمع هاي البروسيس او تجمع هذا الفيد وتحوله الى منتج واحد اخر ويخرج باتجاه التسويق. النوع الاخر او الثالث من توزيعات اللاي اوت هو ما يسمى الباي باس. في هاي الحاله ممكن جزء من الفيد يكون هو باي باس ويعبر يونت او يونتين للوصول الى اليونت الاخرى حتى تكون يدخل ضمن الستريم او ضمن المين ستريمز لانتاج الماده اللي مطلوبه من عندنا. هاي ايضا لها فوائد واستخدامات متعدده. مثل ما تلاحظون ستريم Q1 هو الستريم الرئيسي، تم تجزئته الى two streams Q2 and Q3. Q2 ممكن يدخل الى يونت A و B، اما Q3 ممكن يتجاوز A و B ويدخل الى الفيد ويندمج مع Q1 من جديد ويا Q2 ويصير Q1 ويدخل الى يونت C. هذا له فوائد، وممكن انه في حالة وجود عندك تفاعلات بعاثة الحرارة يكون من الضروري نعمل هكذا باي باس حتى نقلل من الهيت ريليز ونقلل من التبريد. من الفوائد لتوزيع الباي باس هو انه ريزنس تايم للمتفاعلات حيكون اكبر
ورأيت أن كونفرجن يتحسن لأنه تراكيز ونسبتهم حتكون قليلة بالفيد، حتى إذا كان تفاعلاتنا خاصة إذا كانت reversible exothermic فلما يكون تركيزها أقل فيبدي في اتجاه اللي هو إحنا مطلوب إنه فيه الإنتاج وليس إن يكون بتركيز عالي، وممكن يصير reversible ويبدي يرجع يكون المواد الأولية. وأيضا هذا الخلط وهذا يكون أفضل في عمليات الميكسينج ما بين المكونات في بوائد لهذا الباي باس لاي اوت موديل. كيف يتم توزيع السايت اند بلانت لاي اوت في المكاتب التصميمية؟ حقيقة هناك عدة طرق مستخدمة، واحدة منها ما يسمى بالكارد بورد كات، بمعنى ناخذ قطع من كارتون مقوى ونضع شكل خزان وأشكال البنايات ونضعها على مساحة من الأرض ويدي نوزع ما بيناتهم، المهندسين يوزعون بيناتهم ويقون إلى يأخذون نظر اعتبار أقرب نقطة لتوزيع الأنابيب، محطة الكهرباء وتكون موجودة، أو أبراج تبريد الخضروات وتكون موجودة. فيتم دراسة عدة خيارات ومن ثم الاختيار الأفضل ما بين هاي الاختيارات. أحيانا يسوون سكيل موديل اللي 1 إلى 30، وهذا أيضا يضعون بالمعدات، وممكن حضرتكم ممكن تشوفوها بجماعة مهندسين معماري يضعون اللاي اوت ويضعون الشوارع والأشخاص موجودين بها. احنا نفس الشيء نقوم بهالعمل، لكن احنا نقوم عملنا بالأساس في توزيع المعدات والأبنية أيضا للوصول إلى أفضل طريقة أو أفضل كلفة اقتصادية قليلة في توزيع هاي المعدات داخل السايت لاي اوت أو داخل البلانت لاي اوت. طبعا تطور الحاصل باستخدام الحاسبة وبرامج الحاسبة والسوفت ويرز موجودة، هناك مجموعة من السوفت وير ممكن استخدامها، وهاي السوفت وير تساعدنا بصورة كبيرة جدا في تقدير المسافات ما بين المعدات المطلوبة. ممكن يكون ما يسمى 3D pipe يعطينا فكرة واضحة عن شكل الأنابيب وطول الأنابيب المطلوبة وأيضا القابلات الكهربائية وطريقة الربط ما بيناتهم، وهاي كلها تكون بسهولة ويسر ممكن نشوف عدة اختيارات بالحاسبة وسهل أمرنا للوصول إلى Optimum Plant and Site Layout. هنا المحاضرة انتهت، إن شاء الله تكون مفيدة بالنسبة لكم. فقط حبيت أنبه أنه بالمحاضرتين الأولى والثانية اللي كانت تخص Introduction to Design and أنواع الدايجرام، الفيديو كان أو ما نزل باليوتيوب هو مختصر للمحاضرة نفسها، فكان بعض السلايدات أو بعض الشرائح ما أخذت حقها في العرض، فهاي أيضا مطلوبة تكون بالإضافة ما موجود في المحاضرة. بالإضافة أنه ممكن أنه بالمستقبل قسم من أجزاء المواضيع سيتم حذفها بناء على توجيهات الوزارة أو الجامعة إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق والصحة الدائمة. شكرا.